إيران تسأر من مقتل قاسم سليماني، ابقوا معنا. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط زر الإعجاب أو اللايك. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد عقب الهجوم على الأهداف الأمريكية بالعراق: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد. كما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء أن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها سترد ردا ساحقا على أي عدوان، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على الأهداف الأمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فريق القدس. وأضاف الربيعي علي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية تويتر: نشكر الحرس الثوري على العملية الناجحة، لم نرغب قط في الحرب، ولكن أي عدوان سيواجه برد ساحق. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأمريكي أن الخسائر القصف الإيراني للأهداف الأمريكية في العراق مادية محدودة جدا. إذا أردت متابعة المزيد من هذه الفيديوهات اشترك في القناة ليصلك كل جديد.